صدق الله العظيم ما شاء الله شعبان جزاك الله خير for that good recitation that he recited for us the Quran. And then when Quran is recited, it needs for all of us to listen so that we give the thawab and the ajr of it. With that, now I'll go to the second student, who is Abdul Hakim Hussein. He will be speaking Arabic, and then what he will be saying, in short, it is welcoming us after praising and sending a salutation to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then he is going to invite the crowd in Arabic also. سبحانك يا ربنا لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من بعد تتسابق الكلمات وتتزحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحق إلا أنت أيها الضيوف الكرام أهلا ومرحبا بوجودكم الكريم مرحبا بفجر يوم جديد وبقدومكم لمقرنا المتواضع ملبين دعواتنا أيها الحفل الكريم نرحب بكل ضيوف الحفل بقاعة مدرسة عمر فاروق ومعهد مفتاح العلوم ويسعدنا أن نرحب بكم بأجمل كلمات الترحيب وشكرا على انضمامكم معنا أهلا وسهلا بكل الضيوف أشرقت الأنوار بقدومكم وتدفق النار بإضلالتكم وغردت الطيور بوجودكم أيها الإخوة والأخوات نرحب بكم بقلوب تملأها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة نرحب بقدومكم إلينا بكل سعادة وعز وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته